في إطار السينما الهادفة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عمل جديد يخرج إلى الوجود تحت عنوان ستوب من توقيع المخرج المغربي مصطفى فاكر. فيلم تطرق فيه مخرجه لمجموعة من القضايا الاجتماعية في قالب درامي. البيرسوناج اللي كان عندي هو البيرسوناج ديال جانتو ديال مفتي الشرطة، اللي شوية عاجبو راسو أو ميم طون كيدير خدمته، كيبحث في واحد العوالم ديال واحد الجريمة. فكنتمنى أن الفيلم ينال إعجاب الجمهور وأنه يزيد يتعرف عليه أكثر. مخرج الفيلم مصطفى فاكر اختار مدينة آسفي لتصوير أحداث الفيلم، وكذا دمج الممثلين الشباب أبناء المدينة في عمله هذا. اختارنا مدينة آسفي اللي كتدور فيها هذه الأحداث، وحاولنا نشاركوا مجموعة ديال شباب مسرح الأحياء، يعني باش يكون مع واحد المجموعة ديال الممثلين المحترفين اللي عندهم واحد الخبرة في هذا الميدان. استمتع الجمهور الحاضر بالعرض ما قبل الأول للفيلم ستوب، والذي جسد أدوار البطولة عددا من نجوم السينما والدراما المغاربة إلى جانب المواهب الشابة.